بعيد ساعدنا بيها بيخليها. صوت علق بأذهاننا من غنية وحدة سمعناها من 18 سنة بالضبط، ويمكن السر يلي كان وراء محبتنا لهالصوت هو الإحساس يلي قدر الفنان يوصله لقلوب كتير أشخاص بالوطن العربي. يعني ما في حدا ما بينذكر أمامه مسلسل التغريبة الفلسطينية إلا وبغني أغنية الشارع صامت لو تكلم. هالغنية زاد من جمال معانيها وألحانها صوت الفنان عامر الخياط يلي وبعد وقت طويل رجع السنة الماضية وهي السنة كمان بشارات لمسلسلات سورية جديدة. خلونا نعايد سوا على الفنان العراقي عامر الخياط اللي انضم لنا عبر السكايب. مساء الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عامر. يوني مساء الخير فيكم وكل عام وانتم بخير. ألف خير ينعاد عليك يا رب، وفطر مبارك لأهلنا بالعراق ولحضرتك. حضرتك من العراق، وشخصياً أنا هي أول مرة بعرف هاي المعلومة صراحةً، لأنه نحن مفكرينك سوري مننا وفينا، والشعبين العراقي والسوري شعب واحد إن شاء الله. يعني لاحظنا أنه أغلب أعمالك عم تكون سورية، شو قصة أنه اختيار شارات مسلسلات سورية أو أعمال سورية، وهذا الشيء يا ترى إجا بالصدفة ولا أنت اشتغلت له؟ أنا بتصور القسم الأكبر كان صدفة، لأنه والدتي سورية بحكم ولادتي بسوريا، وعشت بسوريا يعني فترة طفولة يعني تقريبا، وتنقلت طبعا كانت هي الأساس، وكنت أتنقل باستمرار لكني أعود إلى سوريا كل فترة. فهذا هو يمكن السر اللي خلى أغلب الأعمال أن تكون من سوريا، أو التعامل مع أجمل وأعظم الملحنين والمؤلفين الموسيقيين بسوريا. تمام، حكينا قديش أغنية التغريبة الفلسطينية يمكن معلقة بأذهان يعني كل حدا عم يسمعها وكل شخص بالوطن العربي. بحسب تجربتك هل هذا الأثر بعده باقي لليوم؟ وليش برأيك قدرت هاي الأغنية تحديداً أنه توصل لقلب كل عربي؟ والله السبب الأكيد أنه هي قضية أساسية. يعني أنا بذكر من ونحن صغار يعني درست بعدة دول، يعني فكان يعني لابد أن يمر اسم فلسطين أكيد. هذه قضية لا تتجزأ، يعني ربينا عليها مثل ما بيقولوا، يعني ربينا هذه قضية يعني منتهين منها. يعني هذا بالنسبة ل يعني أول شخص. ثاني يعني أكيد مع الناس يعني لحد الآن عم تتفاعل معه، وحتى في كثير غنوها قدم، حتى اجاني انا اقتراحات من كثير اصدقاء وفنانين جميلين ومستمعين انه يا ريت لو يكون نسخه لسه يعني احسن شوي ككواليتي، لانه المسلسل مثل ما تفضلت 18 سنه يعني قديم شوي، ما كان في المعدات والتقنيات اللي مثل ما هو موجوده اليوم. كلام سليم تماما. والحفل كان طبعا هاي القصص التقنيه اللي بنحكي عنها على طول الموجوده، واللي بتساعدنا مثلا او ما بتساعدنا لحتى نحن نكمل بالاداء السليم. صحيح. على كل حال ريثما يتم اعاده الاتصال، الفنان اللي كان رجع الاتصال. نعم نعم سامعنا استاذ صح؟ اكيد نعم. هي المره الحق على السكايب هو اللي عم يعلق. طيب كنت عم تحكي حضرتك انه طالبوك باعاده أداء هاي الأغنية لحتى تكون بكواليتي عالية. حضرتك بال 2021 تم إعادة توزيع التغريبة الفلسطينية وتصوير فيديو كليب جديد. قبل ما نحكي ونعقب على العمل كيف تم ومين أخرجه، خلينا نروح مع المشاهدين لنسمعه، شو رأيك؟ أكيد يلا. من وسادتي
يفوق والردى منه خايف فهدي يا عواصف وشمل من جواد صامت لو تكلم لفظا يعني استاذ عامر مثل ما خبرتنا انه الهدف كان من اعاده توزيع الاغنيه انه تتم طرحها بكواليتي اضبط وهذا كانت مطالبات يعني من كل الموجودين وصراحه نحن وعم نسمع هلا عن جد مشكور انه اعاده توزيعها بهذا الشكل لانه نحن عن جد حابين نسمعها بشكل واضح اكثر ويمكن قدرت انك تحقق المطلوب. كيف لقيت تفاعل الناس مع التوزيع الجديد من لما طرحتوه بال 2021؟ اوكي احنا كان نرجع على الاتصال. سامعنا اوكي استاذ سامعنا سمعت سؤالي او ارجع لا تمام وصلني السؤال. ايه كيف كانت الاصداء من لما انطرح الكليب؟ الكليب لما انطرح يعني كان في كثير مرحبين له. طبعا هو السبب الاول يعني انا يمكن سبقت شوي كان هو صارت مع الاسف وفاه المخرج الكبير الله يرحمه الاستاذ حاتم علي يرحمه الروح. فنعمل العمل يعني كمثل ما بيقولوا تذكير او عرفانا بما قدموا من اعمال جميله يعني. فايضا هو مثل ما تفضلتي يعني حضرتك انه الامور التقنيه دائما بتلعب دور. يعني انا اغاني بتمنى من فنانين انه اسمعها من فنانيها الاصليين اغاني قديمه سمعناها ونحن صغار مثلا. وبالنسبه انه الحفل بدار الاوبرا بسوريا كان جميل جدا وطبعا ناجح. الاستاذ طاهر معملي المؤلف الكبير الرائع بنوجه له تحيه نامل انه يكون عم يسمعنا. كان حفل ناجح جدا بكل المقاييس. لكن الصوت النقل الخارجي ما فضل انه كان في يعني يمكن شويه اشكالات لدرجه انه الناس كانت عم تفكر انه في شيء مو مضبوط او نشاز او كذا. ويمكن بيشوف التسجيل خصوصا باوله بيلاحظ انه الصوت عم يسرع ويبطا او في اشكالات كانت يعني. فيعني مثل ما بقولوا احيانا يعني تجري الرياح بتصير بكل حفل لايف احيانا مع اكبر المطربين. طيب استاذنا الكريم من بعد هالعمل الضخم من 2000 من 18 سنة ورجعنا هلأ بكليب يعني لاحظنا غيابك عن الساحة الفنية بشارات مسلسلات رجعت بال 2021 أوكي ولكن فترة 17-18 سنة غياب شو سببها؟ اللي صار أنه هلأ أنا بعد التغريبة عملت بعض المسلسلات. يعني كان في مسلسل وحوش وسبايا مع أستاذ أخوان قصري. كان في مسلسل تمام نعم هلا يمكن احنا عم نسمع بس يمكن في شوي هيك ديلي عم يكون بسبب الاتصال عبر الانترنت بين العراق وبين سوريا. تفضل. نعم ممكن اكيد رجعت بمسلسل الكندوش بال 2021 صح؟ نعم سويت طبعا من قبل ما يعني انقطع فتره او خلال الفتره يعني انقطع سويت الحوت. كان الفنان المعين شريف هو اللي غنى الشارة وأنا تمام. الأصوات الداخلية بداخل بعدين عملنا سحابة صيف مع الأستاذ طاهر معملي وقبله كان في خلف القضبان كمان مع الأستاذ طاهر معملي. جميل يعني الأعمال الجميلة وكان مفروض أنه نعمل الواقواق بس ما صار ظروف يعني تمام يعني إحنا تمام مع الأستاذ اكيد يعني احنا يعني دائما شارات المسلسلات دائما هيك بتذكرنا بصوتك وخاصه بدنا نحكي كمان على
هي السنة وأيضا مشاركتك يعني بشارة مسلسل على قيد الحب، بس قبل احنا حابين انه هيك نسمع منك شيء، فشو رأيك أستاذ عامر؟ والله هو المشكلة انه يعني ما بخفيكم بخفي المستمعين انه انا تقريبا هلا صاحي من النوم. اوكي صح النوم. بس صحي الصوت ما في مشكلة. يعني فإذا منأجل بس شوي ممكن اذا بتحبوا تسمعوا. طيب اخر اللقاء معناها بنرجع لقصة الكندوش. ليش اخترت الكندوش لترجع فيه؟ يعني شو اللي لفتك بالمسلسل رغم انه هلا بعد ما انعرض كثير في ضجة حوله؟ نعم نعم لاحظت شيء من خلال تعليقات المستمعين او المشاهدين. اللي صار الغياب الطويل، يعني اللي صار حتى نحن كفنانين وكاصدقاء وك يعني اهل ومثل ما بيقولوا تفرقنا، يعني صار كل حدا بدولة، اللي سافر على الامارات، اللي سافر على امريكا، اللي راح على مصر، اللي سافر للمغرب، يعني فكتير يعني رحنا لعدة دول. فكنا احنا حتى كفنانين يعني اتفرقنا عن بعض، فصدفة انه في مثلا مبدعين ما تواصلت معه لسنين، يعني صح انه يا سلام عطول عليك وين اراضيك كذا، فصدفة انه طلعت هيك يعني بحثت يعني او كان هو عم يبحث عني ايضا استاذ رضوان وكذا، فصارت عندي خلاص جيت يعني جيت بوقتك يعني تمام، ففي عمل جميل وكذا ولازم نشتغل ونرجع نشتغل وكذا، وقال لي ان شاء الله يعني نلتقي، وانا كثير فرحان انه التقينا وكذا، وسبحان الله يعني يعني تشجعت لتاخذ هي الخطوه، يعني في شيء هيك عوامل شجعتك اكيد انه احيانا الحياه بتخطفك يعني طبعا. يعني بيحاول انه يكون في له في امور ثانيه، يعني احنا بالنهايه بتكون رب اسره مشغول بامور حياتك يعني صحيح غير الفن اكيد، وهي كمان شوية يعني. نعم حسب طيب. حسب ما تطلع تقيم بدولة تانية أو تسافر أو تروح تجي، يعني ظروف تصير أكيد أكيد. أستاذ عامر يعني الفن العربي إجمالا هو يفتقر نوعا ما لنوعية الأغاني اللي حضرتك بتقدمها وصوتك اللي فيه له هيك رنة بتكون مختلفة، ليش عامر الخياط ما فكر إنه يأخذ طريق مثله مثل كتير فنانين ويعمل مثلا شيء يكون خاص فيه أكثر؟ هلا الفكرة موجودة، لانه المشكلة مثل ما تفضلتي حضرتك انه اللي اغلب المشهور عند الجمهور انه انا اللي مقدمه هي اغاني مسلسلات، ففي ناس احيانا ممكن يفكر انه يعني لو اتصلنا مثلا بعامر الخياط وبدنا حابين ننبسط بصوته بحفلة يا ترى، يعني اوكي اعمال هي حلوة وجميلة وكذا، لكن من غير معقول من غير المعقول شو هون قطع الصوت شوي هون نغني شارك مسلسل بحفلة عرس مثلا اكيد إيه نحن ما عم نحكي عن حفلات استاذي الكريم، ليش ما في الالبوم مثلا باسم عمر الخياط الفن العراقي ولا الفن السوري فنين ذاخرين بالجواهر وقدموا للوطن العربي بقوة، ليش ما شفنا عمر الخياط ب 12 او 14 غنية مجموعين بألبوم وانطرحوا مثله مثل كل الفنانين؟ انا بتصور يعني السبب الاكبر شركات الانتاج، يعني حتى لو بدنا نحكي عمل وبزنس فانا واثق انه يعني صوتي بيبيع، يعني انا هي اللي ما كنت افهمها يعني خلي الناس ما تعرف مين الشخص اللي عم يغني وهذا واقع صح. يعني في ناس كثير لسه ما بتعرف شكلي ولا بتعرف اسمي لحد الان انه مين اللي عم يغني التغريب، بس قل لهم التغريبة الفلسطينية بيقولوا هاي محفورة بذاكرتنا. هو الحمد لله الصوت معروف، يعني هلا الكندوش في ناس لك نفس المطرب اللي غنى التغريبة او نفس الشيء على قيد الحب، يعني الصوت معروف لكن الشكل غير معروف، فشركات الانتاج انا بتصور مقصرة لانه مع الاسف عم ينتجوا لمطربين او لا اشباه مطربين مع الاسف. طيب سؤال يعني ما ممكن يكون عامر الخياط هو المقصر شوي بالتسويق لنفسه او بطرح نفسه بقوه وبعنصر قوي وبكرت الماسي على شركات الانتاج؟ هلا هذا كمان احيانا سبب اكيد، يعني انا بتصوره يعني مثل ما بنقول ممكن نحط
يعني السببين الأساسيين لعدم الانطلاق القوي هو مثل ما تفضلت حضرتك، يعني هذا الموضوع اللي هو أنا نوعا ما مقصر، لدرجة أنه في ناس بيخبروني أنه على صفحتك على الفيسبوك نحن يعني حاولنا أنه نعثر عليك، العثور عليك صعب تماما. أنت خافي حالك أستاذ عامر شوي. نعم نعم، يعني قلت لك يمكن مقصر يعني بهالموضوع هذا، لكن ايضا انه يعني هي شركات الانتاج احيانا الشروط بتكون سيئه، او فيها مثلا بعض البنود اللي بتحط تخليك انه ما ترتاح فيها، يعني صحيح مثلا ابداء الراي مثلا بالشكل النهائي للكليب، ففي شغله انا دائما بحسب الحساب اللي هو ظهورك كيف راح يكون عند الناس، لازم في شيء خارج عن الآداب العامة، يعني بتدرس خطواتك بشكل كتير كبير وبتدرس كل التفاصيل، ويمكن هي القصص اللي أوقات ما بتناسب يعني البعض اللي بيكون عندهم خلص فكرة واحدة نحن حابين نشتغل عليها، فيمكن هذا الموضوع كمان بيأثر يعني بشكل أو بآخر. أكيد أكيد أكيد، يعني دائما لازم تكون حذر، يعني لأنه بالنهاية مثل ما يقولوا راح توقع براسي، يعني الناس ما راح يعني يبقى عمل الخياط هو يعني الواجهة، ويبقى هو صاحب الأداء. يعني ما ضل غير نتشكرك كثير لهذا الاتصال اللي حبينا نعايد فيه عليك وعلى كل الشعب العراقي، ونسمع معايداتك كمان، ونحن مصرين إنه هلا ارتاح صوتك وبدنا نسمع شيء بعيدا عن شارات المسلسلات. بما انه نحن يعني مثل ما بيقولوا بعاد عن حبايبنا واهلنا بمختلف الدول، يعني فراح اسمعك شيء لفنان حاتم العراقي، غنية يا مهاجر. اوكي. على نفسه. اشوفك وين يا مهاجر، دق لي باي بلد صاير، دق لي باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي وانا هي ازمه وتعدي، تعالوا طيب الخاطر، اشوفك وين يا مهاجر، فراقك عله العله، عقل بالراس ما خلى، فراقك علة العلة، عقل بالراس ما خلى، يوم اللي هاجرت والله انفطر قلبي وصرت شاعر، وانت بهذا ما شاعر، اشوفك وين يا مهاجر. يسلم هالصوت، يسلم هالصوت استاذ عامر، يعني انبسطنا كثير انه حكينا معك، ينعاد عليك مره ثانيه، وان شاء الله يا رب هيك ناطرين نسمع اكثر هيك عن مشاريع اعمال جديده كمان، ولقاء هيك يكون مع بعض نكون باستديوهات قناه سما. شكرا كثير لك استاذ عامر، واهلا وسهلا فيك معنا. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بالف خير مره جديده.